يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة إلى مسلم يدعو غير الله ويحلف بغير الله ويطوف بالقباب ويعتقد النفع والضر بالصالحين؟ نعم، هذا الذي ذكر بالسؤال مشرك كافر لا يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا غيرها. الذي يدعو غير الله مشرك، والذي يعبد القبور مشرك، وهذا لا يعطى من الزكاة، بل يدعى إلى الإسلام ويبين له التوحيد، فإن اعتنق التوحيد فهذا المطلوب، وإلا فعلى ولي الأمر أن ينفذ فيه ما تقتضيه الشريعة. أما من حلف بغير الله فإنه يعطى من الزكاة، لأن الحلف بغير الله لا يخرج من الملة وإن كان شركا، يعطى من الزكاة وينصح ويبين له أن الحلف بغير الله نوع من الشرك لعل الله يهديه. نعم.